ممكن اقول لحضرتك كلمة؟ اتفضل. ايه ده؟ لا عادي ولا يهمك، ثواني هو هيطلع. عادي ولا يهمك؟ بس استنى بس عد من واحد لعشرة هو هيطلع والله. عد ايه من واحد لعشرة ايه؟ عد بس عد واحد من عد من واحد لعشرة والله العظيم هيطلع، صدقني هيطلع. القميص باظ. لا ما باظش، عد بس من واحد ايه ده؟ عد بس من واحد لعشرة. عد من واحد لعشرة؟ ده لعبة حضرتك، هو عد من واحد لعشرة وهتطلع. هنلعب في الشارع يا كابتن انت ولا ايه؟ لا مش هنلعب بس عد من واحد لعشرة بس وحضرتك هتطلع، انت قلقان ليه؟ والله عد من واحد لعشرة وهتبص لها تلات على طول. طب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هتطلع صدقني. ده حبر ده معلش هيطلع، انا عارف انه حبر بس هيطلع، حبر سر هو هيطلع على طول. طب ممكن هعد انا ما تعدش انت؟ طيب انا هعد. بص واحد دم اثنين دم ثلاثة دم أربعة دم خمسة دم ستة دم سبعة دم ثمانية دم تسعة دم. طب بس ممكن حطيت سبيدي بس عشان اعرف بس اعد معلش سبيدي بس عشان ابقى مرتاح. سبيدك معلش انا مش هبيتك النهارده غير في الاسم. واحد دم اثنين دوم. انت هتعيد من الاول تاني؟ معلش يا ماما حضرتك لخبطتني معلش انا معلش استحملني بس. واحد دوم اثنين دوم ثلاثة دوم 17 دوم 18 دوم 121 دوم 122 دوم 123 دوم. انا قلت طول اليوم نعد في دوم بقى ولا ايه؟ انا عجزت جنبك. القميص الاصفر القميص الغالي اللي انا جايبه لك من كوالالمبور دفعت 121 دولار عشان اجيب له القميص ده من ست سنين. انا حزين احز على القميص ده، ده ليه ذكريات عندي ما تتخيلش يا ابني. تقوم تبهدله له كده انا اقول لحضرتك على اللي حصل والله. وانا قابلت استاذ ابراهيم نصر. ما تكذبش، هتجيش من الاربعه دول واحد تجيب براخينك واتنين التانيين في براخينك. ايه اللي حصل بقى؟ ما قابلني استاذ ابراهيم نصر حضرتك. محروق بجاز. وبعدين ماشي حضرتك زي ما قلت هو رش عليا الحب. ايوه قال لي عد من واحد لعشرة. ايوه عديت من واحد لعشرة وطلع. أيوه. وطلع هو قال لي قبلك اي واحد رش عليه. رشيت عليه؟ اه وما طلعش اهو. طب وانا عملت كده ايه رايك؟ طب ليه حضرتك ايه رايك كده؟ طب ليه حضرتك كده طيب؟ وده برضه مش هيطلع. انا عايزك تمسك النضاره دي يا ابني. امسكها. هوريك ايه اللي هيطلع.